نرحب فيكم ونشكركم على تواجدكم اليوم عنا في منصة الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. نستعرض اليوم برنامج الدبلوم المهني لتنمية الطفولة الأول من نوعه في المنطقة، كذلك الدورات القصيرة المختلفة اللي تقدمها الأكاديمية موجهة للوالدين ومقدمي الرعاية المختلفين المتخصصين في هذا المجال. نفخر نحن أن نحن حالياً اكتملنا سنة من تأسيس الأكاديمية، والحمد لله في خلال أول سنة في أول دفعتين الأكاديمية استقطبنا أكثر من 12 ألف طلب للالتحاق بالأكاديمية، واخترنا منهم صفوة 200 طالب. البرنامج هذا برنامج دبلوم مهني معتمد من التعليم العالي. البرنامج مدته سنة ونص، هو نفس برنامج اللي يمتد مدة 3 سنوات، لكن الفرق نحن عندنا في الأكاديمية جعلناه مكثف في خلال 18 شهر، 12 شهر عندنا في الأكاديمية، وست شهور مع شركاء مختلفين. الشركاء اللي عندنا نحن نفخر في شراكة معاهم هم زايد العلي أصحاب الهمم، مؤسسة كذلك إدارة التعليم المعرفة، وهيئة الرعاية الأسرية. اليوم طلبتنا في مرحلة الدراسة نوفر لهم راتب مكافأة شهرية يحصلون عليها، وبعد ما يحصلون في وظائف مضمونة لهم تنتظرهم في سوق العمل. الأعداد الكبيرة اللي استقبلناها تظهر وتعكس الدور الكبير اللي لعبته المؤسسات المختلفة عندنا في الدولة، مترأسة في متمثلة في هيئة الطفولة المبكرة، هيئة الرعاية الأسرية، وزايد العلي، والمؤسسات المختلفة اللي برزت أهمية تنمية الطفولة وتوفير بيئة محفزة للطفل.